من مصر إلى العراق. قد تبدو فكرة الحصاد قبل الحرث ضربا من الجنون، لكن ليس في العراق مشاهدينا، حيث نظم مسؤولون وشركة إنشاءات إفطارا جماعيا على جسر احتفالا ببنائه، لكن المفارقة أن الجسر ما زال قيد الإنشاء منذ 10 أعوام في مبادرة صاحبها الكثير من الجدل. دعت شركة نيم للإنشاءات والطاقة والتجارة محافظ النجف ماجد الوائلي وطواقم هيئة الإعمار في مأدبة إفطار جماعي في موقع تقاطع مجسرات الزهراء، ومدت على طول الجسر بساطا أحمر وأضواء ومآدب استقبالا للضيوف والمسؤولين واحتفالا بإنجاز لم ينجز بعد. نتابع هذه المقتطفات. وعلى عكس المسؤولين مشاهدينا، لم يحتفل أهالي مدينة النجف بالإفطار الجماعي، فالصور كما ترون هنا تظهر الجسر وهو متقطع ومنفصل عن القوائم، ولجأوا إلى صفحات التواصل للتعبير عن غضبهم مما وصفوه بالتراخي في التنفيذ وبإهدار الأموال التي من أجل ما وصفوها بالمجاملات. الصحفي حسام الكعبي عدد الحكومات التي تعاقبت منذ بداية إنشاء الجسر وسخر من تحويل السلطات المحلية الجسر المقرر لمرور المركبات عليه إلى سلسلة مطاعم في شهر رمضان بإطلال على بيوت الناس. زيد العيساوي أبدى تخوفه من تراخي محافظ النجف مع الشركة المنفذة بسبب دعوته إلى الإفطار، وطالبه بعدم التهاون معها وبإنجاز العمل.